يعني برضو هنروح لموضوع فني، ولكن طبعا حضراتكم عارفين في حالة من الحزن الشديد خيمت على الوسط الفني بشكل عام وعلى الجمهور السعودي بشكل خاص، طبعا مع إعلان عن طبعا فنان العرب محمد عبده بعد الإعلان عن إصابته بالسرطان. والحقيقة أنه من يومها وفنان العرب طبعا ترند على السوشيال ميديا، وكل الناس بتدعي ليه بالشفاء العاجل، وكتير من المصريين بيكتبوا عن محمد عبده لأنه الحقيقة ليه علاقة خاصة بالمصريين، وعبر عن حبه لمصر مرارا وتكرارا في كتير من المناسبات، وكان دائما ما بيجاهر بده. والحقيقة فنان العرب محمد عبده هو قيمة كبيرة جدا جدا، حابين نطمئن على صحته، فخلونا نشوف الفيديو ده يمكن نطمئن شوي. والأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط جدا. إيش تأخذ كيماوي أنت وأنا أخذ كيماوي الآن في باريس؟ أنا الآن أخذ كيماوي يا حبيبي، الله معانا، الله يحبنا، صدقني. من محبة الله فينا يا الله يا حبيبي، الله يراك ويراني ويرعى كل إنسان خدم بلده زينا يا حبيبي. احنا كباب بندعي له ربنا يرعاك ويحفظك وترجع لجمهورك في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي، وتظل انت كما العادة مطرب العرب محمد عبده.